السلام عليكم يا أحلى متتبعين، أهلا ومرحبا بكم في مطبخ وصفات للا فاطمة. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم الملوي المغربي بطريقة مختلفة وسريعة، تابعوا معي. في المقادير سأحتاج إلى 4 كؤوس من الدقيق، كذلك سأحتاج إلى 2 كأس من الفينو السميد الرقيق، هذا النوع من السميد رقيق جدا. كذلك سأحتاج إلى ملعقة صغيرة من الخميرة، ملعقة من السكر، وكذلك القليل من الملح، تقريبا ما يعادل ملعقة كبيرة بالنسبة للملح بحسب الذوق. بالنسبة للسكر فهو اختياري فقط لكي نحصل على اللون الذهبي للملوي. الآن سنبدأ في التحضير. سأقوم بخلط العجين بالماء الدافئ. بسم الله على بركة الله. الآن بعد ما قمت بجمع العجين هكذا، فهذا هو قوام العجين. الآن سأقوم بدلك العجين جيدا كما تلاحظون معي. سأقوم بدلكه تقريبا لمدة 10 دقائق، كما تعرفون فالملوي يحتاج إلى الدلك. الآن كما تلاحظون معي بعد ما قمت بدلك العجين جيدا، كما تلاحظون معي فالعجينة رطبة هكذا، أنا قمت بدلكها جيدا. الآن سأضع القليل من الزيت، أقوم بجمعها بالقليل من الزيت. سأغطيها بالبلاستيك وأتركها لمدة 5 دقائق، لا أترك العجين حتى يختمر، فقط 5 دقائق ونلتقي. الآن بعد مرور 5 دقائق سأنزع البلاستيك على العجين. سأضع القليل من الزيت النباتية في يدي هكذا، بعد ذلك سأقوم بتكوير العجين. كما تلاحظون معي فالعجينة أصبحت رخوة جدا هكذا. سأكون كويرات متوسطة الحجم. بعد ما انتهيت من تكوير العجين سأدهنه بالقليل من الزيت هكذا، فقط القليل. سأغطيه بالبلاستيك مرة ثانية، أتركه كذلك لمدة 5 دقائق. الآن كما تلاحظون معي فالعجينة أصبحت رطبة. في هذه المرحلة سأحتاج إلى القليل من الزيت النباتية، كذلك سأحتاج إلى القليل من الزبدة المذابة، وسأحتاج إلى السميد الرقيق اللي هو الفينو. سأضيف له القليل من البيكنج باودر. بالنسبة لهذه الخطوة فهي تعطي هشاشة رائعة للملوي. سأضيف فقط القليل ما يعادل نصف ملعقة صغيرة. سأضع القليل من الزيت النباتي على سطح العمل. بعد ذلك سأخذ كويرة من العجين، سأقوم بتسريحها. بسم الله. الآن كما تلاحظون معي بعد ما قمت بتسريح العجينة جيدا فهي رقيقة كما تلاحظون معي، فسطح العمل يظهر معنا. الآن سأضع القليل من الزبدة، فقط القليل. كذلك سأضيف القليل من السميد الرقيق. الآن سأقوم بلف العجين. بسم الله، طريقة سهلة. سأقوم بتنوي العجينة على هذه الطريقة هكذا، بعد ذلك سأقوم بتنويها. هذا هو شكلها كما تلاحظون معي. الآن سأقوم بلفها. بسم الله. سأقوم بوضع هذا الطرف من العجين لتحت هكذا. سأريكم واحدة أخرى لكي تفهم الطريقة جيدا. أسرح العجين. الآن سأضيف القليل من الزبدة. دائما نضع القليل من الزبدة وكذلك السمين. بسم الله، يعني فقط القليل.
بنفس الطريقة سأقوم بثاني العجين. بسم الله، هكذا 1 2 3 4 5 6. أنتم تلاحظون معي هكذا، طريقة سهلة جدا وبدون عدم، يعني طريقة عملية. سأستمر على هذه الطريقة حتى أنهي العجين ونلتقي. الآن كما تلاحظون معي، بعد ما انتهيت من القطع سأقوم بالضغط عليها هكذا. الآن سأغطي العجين بالبلاستيك وسأتركه لمدة 10 دقائق فقط، لأن الجو بارد. إذا كان الجو ساخن يعني مباشرة نبدأ بالطهي. الآن سأبدأ بالطهي، سأضع القليل من الزيت في يدي. بعد ذلك سأبدأ بطلق العجين، سأضع كذلك الزيت في سطح العمل. الآن بعد ما قمت بتسريح العجين كما تلاحظون معي، فهذا هو سمكها وهي رقيقة. الآن سأبدأ بالطهي. الآن كما تلاحظون معي، لدي هنا مقلاة ساخنة على درجة حرارة منخفضة، فأنا وضعت الزيت كما تلاحظون معي. بالنسبة للزيت فقط أضعه في المرة الأولى. بسم الله، الآن مباشرة سأقوم بقلبها. بسم الله على بركة الله، هكذا يعني ضروري أن نقوم بقلبها مباشرة لكي تنتفخ معنا. سأقوم بقلبها مرة ثانية، نستمر بقلب القطعة هكذا لكي نحصل على ملوي مورق. الآن سأتركها حتى تطهى. الآن كما تلاحظون معي، فهي الآن أصبحت مطهوة بشكل جيد. الآن كما تلاحظون معي، فهذا هو شكل الملوي بعد ما قمت بطهيه، فهو مورق. والآن لم يبقى لي إلا أن أودعكم، أقول لكم إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا أن تدعموني بلايك، وكذلك إذا لم تكونوا مشتركين بالقناة اشتركوا وفعلوا جرس التنبيهات لتوصلوا دائما بكل جديد. نلتقي في فيديو آخر، مع السلامة.